دولاب مرعي شمال. وش شمال؟ مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حكتك الحلوة يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مرعي؟ انت مفيش مرة تيجي كده لوحدك؟ عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا لا ها بقول لك يا عم مرعي. بلاش ايه بس؟ بس يعني دي أكتر بنت أنا حبيتها يا عم مرعي وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس اقف قبل ما يجري، قبل ما يجري. اجري يلا. اقف انت وهو ولا اقف يلا. اتحفظي على قلبي. وراه. انا من ساعه اللي حصل وانا بشرح لراجيا اني ما كانش قصدي اخونها او احب واحده تاني عليها. انا كان كل غرضي ان انا اخلف وبس، وخبيت عليها لاني بحبها، ما كنتش عايز اجرحها. وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مغشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل، حتى الهديه اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مخشوشة، أنا كمان عشت غبية، لأني طول الوقت كنت بديك أعذار وأقول يا حرام حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شوية في شغلك. وأنت تقول لي لا معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مسألة حياة أو موت. أتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانية كده بمنتهى البساطة، ولا كأنك عملت حاجة. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شريني، لو كان شريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجة واحدة بس، ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده أنا اللي قلت لك روح اتجوز بعد آخر عملية تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله مرضتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجل. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجة. اهدي يا بنتي بس. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك في اللي انت عايزاه كله. اللي بتحبه بتنام جنبه، فجأة تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكاية شكل، حتى الهدايا اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. انا بس كل اللي قاهرني ان انا مش بس عشت مخشوشة، انا كمان عشت غبية، لاني طول الوقت كنت بديك اعذار واقول يا حرام حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شوية في شغلك. وانت تقول لي لا معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مسألة حياة أو موت. أتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. أنا مستعد أنزل دلوقتي حالا أطلق الست التانية كده بمنتهى البساطة، ولا كأنك عملت حاجة. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شريني، لو كان شريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجل. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجة. اهدي يا بنتي بس. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك في اللي انت عايزاه كله. اتطلق.
العيال دي حافظه الجبل يا احمد. اقف يلا. بقولك يا علي، امرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم، هو ده اللي هرب من قوات وقاوم الكمين. ما حصلش يا باشا، اقسم بالله العلي العظيم. ما انا يا فندم حضرتك اكيد مشبه عليا. انت متاكد ان انت وطلعك من وسط مليار واحد؟ علي امرني يا فندم. البيت دي اللي كانت معاه ساعه الواقع ولا مش هي؟ رك مش فاكر يا فندم. انا ما كنتش مع حد، انا اول مره اشوفه النهارده. اه يا زباله يا واطيه. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبلا مره اسمها هند وساكنه في المعادي. اهدى يالا، وطي صوتك وانت بتتكلم قدامي. الو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، ثواني ابقى قدام ساعتك. اتفضل اتفضل. ما اسمعش حس حد فيك لحد ما ارجع. مش انت؟ ها ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ايه يا حبيبي؟ اتأخرت ليه قوي كده؟ معلش حبيبتي، عقبال ما لفيت على زمايلي واديت له كل واحد امانته. وكله تمام؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك رحت الناس كلها وكله تمام يعني؟ رحت لهم كلهم. طيب انت شكلك كده جعان، 5 دقايق وهحضر لك العشاء. استني بس. ايه ده؟ انت عامله عشاء ولا ايه؟ لا انا كنت جبته كده من مطعم هنا قريب مننا، بس الاكل هيعجبك قوي، 5 دقايق وهحضر لك العشاء. مطعم؟ انا قلت كده برضه. انت امتى هتعملي عشاء؟ انت جننتي؟ انت متصوره ان انا ممكن اوافق انك تسافري مع اصحابك لوحدك؟ وما توافقيش ليه يا ماما؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت عيله صغيره؟ على فكره دلوقتي انا عندي 21 سنه، يعني قانونيا في القانون انا مستقله، يعني اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه، امضي شيكات، اسحب فلوس من البنك، اتعامل مع بنوك، اعمل اللي انا عايزاه. طب ايه رايك بقى لو عملتي قردة بزديري؟ مش هتسافري يعني مش هتسافري، انت بتطلعي بره البيت انا قلبي بيقع في رجليا. يا ماما حرام عليك يا ماما، هو انت حد قال لك ان انا رايحه صيف بقى مع صحابي وانزل الميه واتفسح وكده؟ انا رايحه سفريه شغل، رايحه اوسع الابلاين بتاعي، رايحه مكان تاني جديد غير القاهره ممكن افتح ماركت فيه كده. بقول لك ايه، ما انا اساسا مش فاهمه انت بتعملي ايه يا حبيبتي، وماليش دعوه بكل الكلام ده، احنا الحمد لله مستورين ومش محتاجين فلوس. فلوس؟ هي الفلوس اللي معانا دي يا ماما اصلا انت مسميها فلوس؟ الحمد لله، نبوس ايدينا وش وظهر، عندنا مبلغ كويس في البنك يعيشنا مستورين، وابوكي قبل ما يموت جايب لك شقه في زهراء المعادي 300 متر، ده غير عربيتك اللي كل اصحابك يتمنوا انها تكون عندهم. لا يا ماما مش دي الفلوس اللي انا بتكلم عنها، انا بتكلم عن الفلوس اللي بجد يا ماما، الملايين، الملايين الكتير قوي دي. يا سلام، وانت بقى الانترنت بتاعك ده هو اللي هيخليكي اوبرا وينفري وهيبقى عندك الملايين. اه طبعا، وما يخلينيش كده ليه؟ عارفه انت بتقولي كده ليه يا ماما؟ عشان انت مش فاهمه يعني ايه انترنت انفستمنت. دي حاجه انليمتد، يعني ملهاش حدود يا ماما، وبكره العالم كله هيعيش في عصر اسمه عصر الفيرتشوال رياليتي يا ماما. بتنسي، ما تدخلينيش في متاهات انا ماليش دعوه بيها. سفر مفيش سفر، وبعدين انت كل حاجه بتعمليها في البيت، ايه اللي جد يعني؟
الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. هو ايه الحكايه بالظبط؟ الاثنين قافلين تليفوناتهم من امبارح ليه؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين بقى هعمل ايه في الاستاف اللي معايا دي لو خلصت؟ الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول. تكلمي مين؟ ايه نير خضتني؟ قولي خضك قوي كده عشان هي سايباك نايم جوه في الاوضه، ابص الاقيك ورايا. الظاهر انك خدت على قعده لوحدك. الظاهر كده. تمام. ايه بقى؟ كنت بتكلمي مين؟ دي هند صاحبتي. هند صاحبتك. وهند صاحبتك دي تكلميها اول ما تصحي من النوم كده، ايه الاهميه يعني؟ ولا حاجه، البنت كانت بس قافله تليفونها من امبارح فكنت عايزه بس اطمن عليها. طيب اعترفي طالع عشان ننزل. نازل رايح فين؟ البنك. طيب يلا عشان نفطر بقى. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. خير يا حسام؟ الحقيقة يا باشا هو مش خير أبدا. عرفت أنت جاي ليه؟ هو إزاي سعادتك النيابة تخلي سبيلهم بالسرعة دي؟ في إيه؟ ما هو أنت ما قدمتش في القضية أي إحراز يا سيادة المقدم. يا باشا أنا قابض على العيال وهي بتقضي مخدرات من التجار، وقابض على العيال معاهم البودرة بتاعتهم. حلو. التجار بقى اللي أنت قبضت عليهم دول كان معاهم مخدرات؟ أمال العيال كانوا بيشتروا من مين سعادة الله؟ رد على سؤالي يا حسام. التجار كان معاهم مخدرات؟ يا فندم ما هم الطبيعي جدا ومن المنطق واحنا بنعمل مداهمه وبنضرب عليهم نار عشان نقبض عليهم هيرموا البودره في اي حته في الجبل. خلاص يعني قضيه من غير احراز، تجار من غير مقدرات، قضيه في شنك. يا دوبك العيال اللي هم اتقبض عليهم وهم بيشتروا دول يتعمل لهم قضيه تعاطي. بصراحه يا فندم انا مش قادر اقتنع باللي بيحصل ده، في حاجه غلط. قصدك ايه؟ اقصد ان منطقه السحر والجمال خط احمر، في حد حاميهم يا باشا. بص يا حسام، هات القضيه متظبطه ومتقفله صح وهوري لك هعمل فيهم ايه. على فكره انا ما عنديش خطوط حمراء، القانون بيمشي على رقبه الكل حتى لو كانوا مين. صباح الخير يا ماما. صباح النور. هو انت خارجه ولا ايه؟ طبعا رايحه المستشفى بعد كده هعدي على ايدها. ايوه بس دي ظروف تخرجي فيها؟ هما لها ظروف بس يا ماما، وبعدين هما العيانين ذنبهم ايه بالظروف اللي انا فيها؟ يعني واحد عنده بروتوكول علاج هقول له معلش مش هقدر اعالجك عشان جوزي اتجوز عليا وانا مش في المود؟ ايوه بس انت كده بتتعبي روحك قوي. ما تخافيش عليا يا ماما، بنتك قويه. وبعدين بيني وبينك بقى انا مش شايفه ان انتوا تعطلوا نفسكم خالص انت وهدى وتفضلوا قاعدين معايا هنا. انا كويسه، ارجعوا اسكندريه وانا لو احتجت حاجه هجيلكم. انا كمان محتاجه اغير جو. اهو كلام، ما بناخدش منك غير كلام، لا بتيجي ولا بنشوفك. ليه بس كده يا ماما؟ ما انا خلاص بقيت سنجل، لا بقى ليا جوز ولا لوز. ايه رايك بقى تاني يا راجيه؟ انت لسه مصره على اللي في دماغك؟ انا مش مصدقه يا ماما ان انت لسه بتتكلمي في الموضوع ده لغايه دلوقتي. رائف صباح الخير. صباح الخير يا راجل. اخبارك ايه وازاي يا انكل؟ الحمد لله احسن، بس مش عارف اقول لك ايه والله يا راجل. انا تايه.
وبعدين قلت للدكاتره هناك في المستشفى يجيبوا لي كل الاشعه وكل الحاجات اللي عملها عشان اديها لعم جورج يبعتها لماركو في امريكا ويشوفوا لنا اي حلول جديده. ايوه صح، دي فكره كويسه قوي. بس المهم البوليس لغايه دلوقتي ما عرفش مين اللي عمل كده. لا للاسف ما عرفش. المهم طمنيني عليك، انت عامله ايه؟ انا تمام يا رائد، اديني عايشه. معلش لو فيها تطفل مني، يعني سمعت ان في بينك وبين حسن مشاكل. خير؟ اه فعلا. خير يعني ايه؟ خير، كل اللي يعمله ربنا خير يا رب. يعني لو عايزه اي حاجه انا في ظهرك على طول، واقف جنبك. انا متاكد. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. باي باي يا اوسكار. باي باي. باي. جرين، ها؟ جرين، سامع انت وساكت. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. روان البحيري صحفية. ايوه وانا حمدي معاها حضرتك. يعني ايه حمدي معاها؟ لا مش اسمي حمدي معاها، انا اسمي حمدي السيد. انا معاها مع ايه عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه؟ لو ايه؟ لو بس إيه؟ تسمح لي. انت متخيل ان انتوا هتعملوا حوار دلوقتي؟ الله، انتوا جرام معانا في الشارع يعني؟ فالساعة 9 الصبح نعمل حوار يعني؟ لا امال ايه يعني؟ باشمهندس نتفاهم. طيب مفيش نتفاهم يعني، اظن في خصوصية يعني، صح ولا ايه؟ مش كده؟ ها؟ ما حضرتك اسفين. مالك ومال الكلب في ايه؟ لا انا ماليش حاجة. طب اتفضل اتفضل. ماشي يا باشمهندس. اتفضلوا. ماشي. مريان، مريان، تعالى حبيبتي. ايه يا حبيبي؟ ايه كل ده؟ في شويه حاجات بسيطه كده للبيت. اصل فوت على البنك وجبت فلوس، انا ما اعرفش انا صرفت كام اساسا. امسكي بقيت الفلوس في الظرف، شيلها لي جوه. تعالي يا حبيبتي عشان اوريكي الحاجة اللي انا جبتها. حاضر يا حبيبي، جايلك حالا. ريم، انتي رايحة فين؟ رايحة اقعد مع صحابي شوية. في حاجة؟ لا مفيش حاجة، انا بسألك رايحة فين؟ خارجة رايحة اقعد مع صحابي في كافيه عشان مخنوقين وعايزين نفك عن نفسنا شوية. الموضوع ده مضايقك؟ لا يا حبيبتي مش متضايقة ولا حاجة، اخرجي زي ما انتي عايزة. بس من فضلك اول ما توصلي الكافيه تعملي لي فيديو كول على طول. اعمل لك فيديو كول؟ لا بصي يا ماما، انت كده افورتي جامد جدا جدا، ويعني كده كتير، كفايه الخنقه اللي انت معايشاني فيها دي يا ماما. انت ناقص تحطي لي كاميرات تصنت واجهزه تصنت في كل حته. على فكره اصحابي هريمني تريقه ليل نهار بسبب اللي انت بتعمليه ده. حبيبتي اصحابك دول اهاليهم مش عايزينهم، دول صيح. انا بقى ما حلتيش غيرك يا ماما. حرام عليكي بقى، حرام عليكي يا ماما. الخنقه اللي انت مخليني فيها دي انا اتخنقت. ان شاء الله لما تتخطبي وتتجوزي واسلمي كده صح سليم لجوزك تبقي تعملي ساعتها اللي انت عايزاه. يا نهار اسود يا نهار اسود، هو انا هفضل في الوكسه السودا اللي انا فيها دي لحد ما اتجوز ولا اتخطب؟ وكسه؟ ده ايه التربيه الهباب دي؟ طب ايه رايك بقى انك مش خارجه؟ والله ممكن تخرجي بس في حاله واحده. ايه بقى؟ هو بس عشان انت تعبتي وحطيتي مكياج واخدة ميعاد من أصحابك تقولي لي أنا آسفة. أقول لك أنا آسفة؟ أيوة. هو ده الموضوع يعني؟ أيوة. طيب أنا آسفة. أوكي. ممكن أمشي؟ اتفضل. شكرا. ما تتأخريش. ها سناء، لسه فاضل حالات بره؟ فاضل حالة واحدة بس، ياسين عبد الرازق.
بس شكله مش كويس. يا دي النيلة خليه يدخل. حاضر. في ايه؟ مالك يا ياسين؟ انا مش عارف يا دكتورة، انا جسمي كله مكسر ومنمل. طب اقعد. هو انت عملت في نفسك ايه تاني؟ يا لهوي السلامة. الله يسلمك، أنا متشكر جدا يا دكتور. أنت عارف أنت كنت هتعمل إيه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك، في حاجة اسمها إرادة. الحمد لله المرة دي عدت على خير، بس ما تهيقليش المرة الجاية ممكن تعدي. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تتحجز في المصحة، ومش باختيارك على فكرة، ده بالأمر. إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك، ده موضوع تاني. عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعا. خلاص يبقى تسمع كلام. كدبت نفسي 1000 مرة لما لقيت الفلوس ناقصة وأنا بوصل على أخو صاحبي. قلت أكيد هو اللي غلطان. ما مش معقول، مش معقول مريان بنت عز الدين بيناتيم المليونير المعروف هي اللي تسرق. تسرق مين؟ جوزها؟ نير أنت خلاصي خالص! خلاصي ايه؟ هتكدب عليا تاني؟ انت من ساعة ما رجعت وانت بتكدب عليا في كل حاجة. انا من يوم ما جيت وانا شايف واحدة تانية، مش مراتي اللي مستنياني، مراتي حبيبتي. انت مين؟ انت مريان حبيبتي ولا مسخ منها؟ انت مين؟ انت مين؟ على فكرة انت كده زودتها قوي. خلاصي خالص ولا كلمة. ايه؟ فاكرة انك هتحكي عليا تاني؟ فاكرة انك هتكبري عشان تبقى بنت المليونير المعروف اللي الفلوس بتجري تحت رجليكي اللي مش ممكن تسرق؟ انا بس اللي واجعني، اللي وجعني انا مش عارف انا قصرت معاك في ايه. قصرت معاك في ايه؟ سنين غربة، سنة ورا سنة، ربنا وحده اللي يحلم، ربنا وحده اللي يحلم. الواحد كان بيقضي الليل هناك ازاي؟ انت كنت بحرم نفسي من كل حاجة عشان تعيش هنا ملكة. ملكة مش عايز احرمك من حاجه عشان ما تحسيش بالحرمان.
يوم ما عصيت ابوك واتجوزت يعني. انا مش عارف اتجوزتيني ليه؟ عشان تسرقيني؟ اتجوزتيني ليه؟ ردي عليا عشان تسرقيني؟ ردي. يا جودة بنت تؤمر، ما انت عارف شعار عز الدين نديم، عيش سيب الناس تعيش. ما انت عارف يا جودة بيه انا كلمتي واحدة خصوصا مع حبايبي. ماشي ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة. يا عم راضي، ايه اللي اخرك قوي كده؟ مساء الخير على معاليك يا فنديتو. انت راجل، انت مش هتبطل تقول لي كلمه افندينا دي. ومالها بس افندينا؟ يعني بتحسسني ان انا راجل اقطاعي راكب الكريته بتاعتي ونازل على الفلاحين بالكرباج. حاشا لله يا غالي، حاشا لله. ده انت الاخلاق والتواضع كله. ماشي يا عم راضي، قول لي بقى ايه الاخبار؟ مالك يا راضي، انت في حاجه عايز تقولها؟ لا تمام سعادتك، كله تمام، الجماعه ظبطوا وبيدعوا لك. طيب تمام، انا كمان جودة بيه كلمني وطمنته. معقول؟ معقول هو محتاج يطمن بعد ده كله؟ هي دي اول مره؟ ما انت عارف بقى الليلة يا عم راضي لازم يعمل له شويه دول علشان نتوصل. اكتر من كده؟ لا قول لي، انت عرفت حكايه المستشار سابق؟ طبعا، دي الدنيا كلها مقلوبه على الموضوع ده. تفتكر يا راضي مين اللي ورا الحكايه؟ والله هو ناس كتير بتقول ان عماد وصفي. لا لا لا، عماد لا، عماد ما يعملش كده. على فكره ده جبان، راجل بيخاف من خياله. عندك حق يا معاليك، عندك حق. طيب انا عايزك يا راضي تعرف لي مين اللي ورا الحكايه، وكمان تبعت بوكيه ورد باسمي المستشار سامي. أوامرك يا أفندين. في يا راضي؟ مالك؟ شكلك كده عاوز تقول حاجة، قول. والله هو أنا ليا طلب عند سعادتك، ويا ريت ما تكسفنيش فيه. في يا راضي؟ بتقول وتخلصني. مريهان. راضي، اوعى تكون كلمت البنت دي. معقول برضك؟ ده معاليك محلفني على كتاب ربنا. امال بتجيب سيرتها ليه؟ صراحة أنا عايز معاليك تحلني من القسم ده. ليه يا راضي؟ ناوي تكلمها ولا إيه؟ ما هو سعادتك عارف إن أنا اللي مربيها. بصراحة بقى أنا مش عارف أنت إزاي قالت عليك كده. مش عارف ليه؟ مش عارف ليه يا راضي؟ ليه؟ هو أنا برضو اللي خليتها تعصى أبوها وتتجوز من ورايا؟ بتحبه يا فندم؟ بتحبه؟ حب إيه؟ ها؟ حب إيه يا راضي وزفت إيه؟ ماشي، خليه ينفعها. بكرة تشوفها هتجيني وهي ندبانة، بس للأسف ساعتها بابي هيكون مقفول. يعني مفيش فايدة؟ أنا مش عايزك تجيب لي سيرة البنت دي تاني، فاهم؟ أنا خلص ماليش بنات، أنا ماليش غير ابني تامر عز الدين نديم. على فكرة هو لسه صغير، محتاج رعاية مني ومن أمه. يا فندم ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه، بس برضه يعني الضفر عمره ما يطلع من اللحم. بقول لك إيه،
هو انت يا اخي كل ما تشوفني رايق ومزاجي مظبط لازم كده تعكن عليا؟ اسمع اسمع يا راجل، انا هقول لك والاخر مره. البنت دي خلاص صفحتها اتقفلت بالنسبه لي. على قد ما كنت بحب البنت دي على قد ما قلبي اتقفل من ناحيتها. يا احنا اتاخرنا قوي. احنا لو قعدنا ساعه كمان الصبح هيطلع علينا. يلا قوم 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 معايا. يلا بينا. انت رايح فين؟ مطرح ما كنت. هتسافر قبل ميعادك؟ اعمل ايه؟ انا كنت راجع عشان اشوفها، جيت ما لقيتهاش.